الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه البيوع. في هذا الدرس سنتناول عقد الوقف. والوقف كما يظهر أمامكم على هذه اللوحة من عقود التمليك بدون عوض. والوقف هو أحد العقود المهمة في تاريخ الأمة الإسلامية، فكان الوقف يوفر مصدرا مهما لتمويل المشاريع الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والعسكرية وجميع نواحي الحياة. من الأمثلة على الوقف بناء المساجد وبناء المستشفيات وبناء المدارس وبناء الملاجئ للأيتام والأرامل وتشييد الطرقات والجسور وحفر الآبار ووقف الأراضي الزراعية والمقابر إلى غير ذلك من الأشياء المهمة في الحياة. فكان كما قلنا للوقف في التاريخ الإسلامي دور كبير في تدعيم هذه المشاريع المهمة في بناء الاقتصاد الإسلامي. طيب، ننتقل إلى اللوحة التالية لنتكلم عن تعريف الوقف. فنقول الوقف لغة هو الحبس والمنع، فيقال وقفت أي بمعنى حبست. وهذه كلمة حبست ووقفت هي كلمات مترادفة. أما اصطلاحا فقد عرف الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الوقف بتعاريف كثيرة، وأقرب هذه التعاريف لمعنى الوقف هو ما عرفه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، فقال الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني منع الأصل، يعني إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التمليك، يعني أن الوقف أو العين الموقوفة لا يتملكها أحد. طيب، ابن قدامة قال تحبيس الأصل، ما معنى الأصل؟ الأصل هو العين الموقوفة، وكما سيتبين لنا أن هذه العين هي عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها كما سنبين بعد قليل. قال ابن قدامة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن هذه المنفعة أو هذه الغلة الناتجة عن هذا الأصل عن هذه العين فتكون المنفعة مسبلة، يعني يحتسب أجرها لله تبارك وتعالى فلا يأخذ عليها عوض. هذا هو تسبيل المنفعة، يعني تكون المنفعة في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يأخذ عليها عوض. وكما قلنا الفقهاء بعضهم يعبر عن هذا العقد بالحبس وبعضهم يعبر عنه بالوقف. طيب، الآن نتكلم عن حكم الوقف، يعني الحكم التكليفي للوقف. الوقف مستحب مندوب، والدليل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها. شايف؟ حبست، كما قال ابن قدامة رحمه الله تحبيس الأصل، حبست أصلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. الآن نتكلم عن حكم عقد الوقف، يعني الحكم الوضعي للوقف. فالحكم الوضعي للوقف أنه عقد لازم، الوقف من العقود اللازمة. كما ذكرنا في الدروس السابقة العقود هناك لازمة وهناك جائزة، وهناك لازمة من طرف جائزة من طرف، فالوقف من العقود اللازمة، يعني يلزم العقد بمجرد صدوره من الواقف،
وليس له الرجوع في هذا. وهذا هو مذهب الجمهور، يعني جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. فمثلا لو قال زيد: أوقفت عمارتي هذه على الفقراء والمساكين، فهذا الوقف إذا صدر منه واجتمعت الشروط وانتفت الموانع ويعني تحققت جميع الأركان، يصبح هذا الوقف وقفا لازما، وليس من حق زيد أن يبطل هذا الوقف. يعني لا يستطيع زيد أن يقول: أنا هذا الوقف الذي أوقفته رجعت فيه أو أبطلته أو فسخته، لا يجوز له ذلك، بل لا يجوز حتى للقاضي أن يفسخ هذا الوقف إذا يعني ثبت على الوجه الشرعي الصحيح. طيب، الآن ننتقل إلى اللوحة التالية لنتكلم عن أركان وشروط الوقف. للوقف 5 أركان. الركن الأول وهو الواقف، يعني المتصدق المتبرع. الركن الثاني هو الموقوف، يعني الشيء الموقوف المتصدق به أو الأصل، يعني المال الذي تم وقفه. الركن الثالث وهو الموقوف عليه أو الموقوف عليهم، يعني الشخص الذي يستحق ريع المال الموقوف ومنافع المال الموقوفة، أو الجهة التي تستحق ريع هذا المال ومنافعه. فعندنا إما شخص وإما جهة في الموقوف عليهم، إما أن يكون شخصا معينا أو تكون جهة معينة كما سنبين بعد قليل. الركن الرابع وهو الصيغة، والصيغة تنقسم إلى صيغة قولية وصيغة فعلية كما سنبين بعد قليل. ثم عندنا أخيرا الناظر، والناظر هو الذي يحفظ الأعيان الموقوفة ويتولى إدارة شؤون الوقف وصرف هذه الغلة على المستحقين. طيب، لكل من هذه الأركان شروط، فنبدأ بالركن الأول وهو الواقف. ويشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع، يشترط أن يكون جائز التبرع بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا مالكا للعين التي يريد وقفها. فهذه هي الشروط. أول شرط، يشترط أن يكون جائز التبرع بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا يملك العين التي يريد وقفها. يشترط في الواقف أيضا أن يكون راضيا، بأن لا يكون يعني مكرها مختار لهذا العقد، فلا يجوز أن يكره إنسان على الوقف. ثم عندنا الركن الذي بعده وهو الموقوف، يعني العين الموقوفة. ويشترط في الموقوف أن يكون مالا متقوما، يعني يجوز الانتفاع به شرعا، فلا يصح مثلا الوقف على الخمور وعلى الآلات اللهو والطرب، وعلى لا يجوز الوقف مثلا يقف إنسان بيت للدعارة كرمكم الله ولا أشياء من هذه، فكل هذه أشياء محرمة في شريعتنا فلا يجوز وقفها. والقاعدة أيها الإخوة هو كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به جاز وقفه. الشرط الآخر أن يكون باقيا، يعني لابد أن يكون الشيء الموقوف باقيا ينتفع به مع بقاء عينه. مثال ذلك الدور والأراضي الآبار إلى غير ذلك من الأشياء التي ينتفع بها وتبقى عينها. أما إذا كان الموقوف مثلا طعاما فإنه لا يصح الوقف فيه لأنه لا يبقى. ثم عندنا الشرط الآخر أن يكون معينا، أن يكون الوقف معين، فلا يصح الوقف على أشياء غير معينة. مثلا يقول إنسان: وقفت عمارة من عماراتي، أو وقفت سيارة من سياراتي، كل هذا لا يجوز، بل لابد أن يعين هذه العمارة التي يريد وقفها وهذه السيارة التي يريد وقفها. فيقول مثلا عنده 10 عمارات، يقول: وقفت عمارتي هذه، يعينها بعينها، يقول: هذه هي العمارة التي أريد وقفها. فلابد من تعيين الشيء الموقوف. ثم أن يكون هذا الوقف مؤبدا، يعني لا يصح أن يوقف الإنسان شيء لمدة 2 أو 3 أو 5 سنوات أو 40 سنة، بل إذا أوقف شيء فهذا الوقف يكون مؤبدا ينتفع به ما دامت هذه العين باقية. الركن الذي بعده وهو الموقوف عليه أو الموقوف عليهم.
الموقوف عليه هذا إذا كان شخص، والموقوف عليهم هذو إذا كانوا يعني جهة كما يظهر أمامكم على اللوحة. إذا كان شخص هو الموقوف عليه، فيشترط في هذا الشخص أن يكون جائز التملك، يعني لا يجوز الوقف على الحيوانات وعلى الموتى مثلا وعلى الجن والملائكة، كل هؤلاء لا يصح عقد الوقف في حقهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للتملك، كل هؤلاء ليسوا أهلا للتملك، فالذي يتملك هو الإنسان الحي، هذا هو الذي يتملك. فلما نقول جائز التملك، شخص جائز التملك يعني إنسان حي موجود. ومثال الوقف على شخص أن يقول مثلا إنسان: أوقفت هذا البيت على زيد وأولاده، فهذا جائز، جائز إذا كان زيد إنسان حي موجود فهذا جائز. ويكون الوقف أيضا على جهة، جهة يعني كان يقول: أوقفت هذا البيت على الفقراء والمساكين، أو أوقفت هذه المدرسة على طلبة العلم، العلم الشرعي مثلا، وأوقفت هذا العمارة على النساء الأرامل. فكل هؤلاء ليسوا أعيانا، بل هي جهة أوقفها على جهة الفقراء والمساكين والأرامل إلى غير ذلك، فهذا أيضا جائز. ويشترط في الجهة أن تكون مباحة، مباحة يعني لا يشترط أن تكون من جهة البر، يعني هذه الجهة جهة بر، يعني لا ليست شرطا أن تكون فقط في الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، فقد يوقف الإنسان على جهات مباحة وليست جهات بر. مثلا يقول: هذه القاعة وقف على الرياضيين مثلا، الرياضة مباحة ويجوز الوقف عليها، أما الأشياء غير المباحة كالحانات مثلا والملاهي الليلية وغيرها من الأماكن المحرمة، هذه لا يجوز الوقف فيها. ثم عندنا الركن الذي بعده وهو الصيغة، والصيغة تنقسم إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. والصيغة القولية كان يقول الواقف: أوقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. وفي الحقيقة الحنابلة عليهم رحمة الله يقسمون الصيغة القولية إلى قسمين، فعندهم الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية. الألفاظ الصريحة كان يقول الواقف: وقفت أو حبست أو سبلت، هذه ألفاظ صريحة فلا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى الواقف بصيغة من هذه الصيغ صار وقفا صحيحا ومعتبرا شرعا. القسم الثاني من أقسام الصيغة القولية هي ألفاظ الكناية، كان يقول الواقف: تصدقت أو حرمت أو أبدت. ويشترط الفقهاء عليهم رحمة الله في هذه الألفاظ أن تكون مقترنة بنية، بنية الوقف يعني، أو تكون مقترنة بأحد الألفاظ الصريحة. فمثلا يقول: تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة أو محبسة أو غيرها من الألفاظ الصريحة، فإما أن تكون هناك نية في الكناية وإما أن تكون مقترنة بألفاظ صريحة. هذا من ناحية الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فمثلا يكون عند الإنسان بيت ثم يحوله إلى مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا يصبح وقفا على المسلمين. أو له مثلا أرض كبيرة فيحولها إلى مقبرة وبعد ذلك يأذن للناس إذنا عاما في الدفن فيها، فهنا تصبح هذه الأرض وقفا ليست بالصيغة القولية ولكن بالصيغة الفعلية. الركن الأخير وهو الناظر، ويشترط في الناظر أن يكون مسلما، الناظر يشترط فيه أن يكون مسلما لأنه لا ولاية لكافرين على مسلم، فالناظر لابد أن ينظر في هذا الوقف ويرعى هذا الوقف ويعتني بشؤون الوقف، ولهذا لابد أن يكون مسلما. ويشترط في الناظر أن يكون جائز التصرف، يعني عاقلا بالغا رشيدا، فلا يصح أن يكون الناظر على الوقف إنسان مجنون أو طفل صغير، ولا يصح أن يكون الناظر على الوقف سفيها، فكل هؤلاء لا تجوز تصرفاتهم المالية، وبالتالي لا يجوز أن يكونوا نظراء على الوقف.
ويشترط في الناظر أيضا أن يكون عدلا كفءا، عدلا يعني لا يكون فاسقا، والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر. ويشترط أيضا في الناظر أن يكون كفءا أمينا، بحيث يوزع الغلة أو الناتج من العين الموقوفة على المستحقين بعدل وأمانة. طيب، الآن ننتقل إلى اللوحة التالية لنتكلم عن بعض المسائل المهمة في الوقف. أولا، عندنا مسألة وقف المسلم على الكافر. وقف المسلم على الكافر جائز إذا كان هذا الكافر غير محارب. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والوقف هو من أنواع الإحسان والبر، فيجوز ذلك على الكافر إن كان غير محارب. وهناك أثر عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها وقفت على أخ لها يهودي، وبالتالي يجوز وقف المسلم على الكافر إذا كان هذا الكافر غير محارب. المسألة التي بعدها هي مسألة إذا احتاج إلى بيع المسجد الموقوف أو المكان الموقوف أو العين الموقوفة، هل هذا جائز؟ الجواب: أولا، يجب الالتزام بشرط الواقف، يعني يجب العمل بشرط الواقف في قسمته ما لم يخالف هذا الواقف شرعا. قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، قال: الواقف لم يخرج ماله إلا على وجه معين، فلزم اتباع ما عينه في الوقف من ذلك الوجه. يعني يجب أن نتبع شروط الواقف، لكن إذا احتاج إلى بيع المسجد الموقوف مثلا، فإن ذلك يجوز إذا تعطلت منافع المسجد أو خربت المساكن التي حوله ولم يكن حوله من يسكنها وأصبح هذا المسجد لا يصلي فيه أحد. في هذه الحال يجوز بيع المسجد وشراء مسجد آخر بهذه الأموال، ويعني يوقف هذا المسجد الجديد على نفس ما كان عليه المسجد القديم. وهذه الأشياء تحدث كثيرا، خاصة في هنا في بلاد الغرب، فكثير من المساجد يعني تتعطل مصالحها ويصبح الناس لا يسكنون حولها لأنها بنيت مثلا في بداية السبعينات والستينات لما كانت الجالية صغيرة، فتعطلت مصالحها، وبالتالي يحتاج المسلمون إلى بناء مساجد جديدة وتغيير هذه المساجد وبيعها والانتقال منها إلى مساجد أخرى. فهذا جائز إن شاء الله تعالى. المسألة التي بعدها: الوقف على النفس، هل يجوز أن يقف الإنسان شيء على نفسه؟ مثلا يقول: هذا بيتي وقفا على نفسي. يصح ذلك، لأن عمر رضي الله عنه لما وقف الأرض التي بخيبر قال في الحديث: لا جناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف، وكان هو الوالي على هذه الأرض مدة حياته. فيعني كان الناتج والغلة التي تخرج من هذه الأرض كانت وقفا له على نفسه، وبالتالي يجوز أن يقف الإنسان شيئا على نفسه. الوقف على محرم، ما هي صورته؟ إنسان مثلا يوقف شيء فيه إعانة على باطل أو على إثم أو على عدوان، كالوقف مثلا على أماكن القمار أو أماكن الفجور واللهو إلى غير ذلك، فهذا الوقف غير جائز. أو إنسان مثلا أوقف على شيء بدعي، كمثلا الوقف على الأضرحة والزوايا البدعية، ففي هذه الحال لا يعمل بشرط الواقف، وينفق الوقف على المصالح العامة للمسلمين، ولا يلزم للناظر أو الحاكم أن يلتزم بهذه الشروط لأنها شروط باطلة. الشيء الأخير: إذا كان هذا الوقف فيه شروط تخل بمقاصد الشريعة، إذا كان في هذا الوقف شروط تخل بمقاصد الشريعة، هنا قال أهل العلم: كل شرط يخل بمقاصد الشريعة في رعاية الوقف، كشرط أن لا يعزل الناظر مثلا وإن كان خائنا هذا الناظر وإن كان غير عدلا، فهذا الشرط غير معتبر وبالتالي لا يعمل به. فكل شرط مخل بمقاصد الشريعة
ليس له اعتبار في الوقف، وعلى الحاكم أو الناظر أن لا يعمل به هذا الشرط، وبالتالي فهو شرط باطل. هكذا أيها الإخوة نأتي إلى نهاية هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.